تعالى نروح بقى الخبر مهم جدا جدا، وهو موضوع حجر رشيد. وانا من الناس اللي يعني مهتمة جدا 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 بهذا الحجر لما يمثله من قيمة هو كحجر رشيد، ولانه بتاعنا، ولانه ما خرجش بالشكل القانوني اصلا، ولانه اذا عرفنا نجيب حجر رشيد، لو عرفنا نجيب الحجر ده من المتحف البريطاني كل حاجة هتبقى سهلة فيما بعد ذلك. هل أنا صح ولا غلطان؟ أقول لك. بص يا سيدي، المتحف البريطاني وطبقا للإنديبندنت بيقولوا إنه بيبحث إعادة حجر رشيد. طيب الصحيفة البريطانية إنديبندنت الشهيرة أشهر من نار على العالم قالوا، ده هم كلامهم، في اتجاه داخل إدارة متحف البريطاني في العاصمة لندن لإجراء مراجعات بشأن آلية رد بعض التحف والآثار والمقتنيات المتواجدة في المتحف. هتقولي طب ما هم ما قالوش رشيد، أقول لك أصبر. طبقا للإنديبندنت قالوا ومن بينها حجر رشيد لدولها الأصلية، وقالوا إنه هذه القطع تم اقتنائها في الحقبة الاستعمارية لبريطانيا. معانا على التليفون دكتور علي أبو تشيش، عضو اتحاد الأثريين وخبير الأثار المصرية وأحد الأعضاء البارزين شديدي النشاط في الحملة الخاصة باستعادة هذا الحجر الهام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا دكتور يوسف، وحشني جدا والله. والله وحضرتك اكتر جدا قوي خالص. الكلام اللي بيقولوه الانديبندنت ده مبشر يعني. أنا الأول بحيي حضرتك على وقوفك جنب الحملة، وحضرتك من البداية وأنت بتدعم دايما يعني دورنا كلنا يعني واجبنا البلد. الله يخليك. الإنديبندنت قالوا بس ما فيش حد في المتحف يعني طلع بيان رسمي يقول كده، وأنا أعتقد إن هم بيقولوا كده حاجة يعني عشان زي ما حضرتك عارف إن الفضيحة اللي حصلت بقى سرقة 2000 قطعة من المتحف في قلب الدنيا طبعا، واتشال فيها المتحف وجابوا شخص تاني مسك المتحف، فعشان كده هم ممكن يكونوا بيهدوا شويه الراي العام او كده، لان زي ما حضرتك عارف ان حجر رشيد بقى له اكثر من 200 سنه في المتحف البريطاني وكان في مطالبات كتير، حتى الدكتور زي حواس طالب من 2010 برجوع الحجر، ولكن هم كانوا حاطينه في حته ظلمه، فلكن لما الدكتور زي حواس طالب رجعوه في النور وحطوه في مكان كويس زي ما قلت، حجر رشيد هو ايقونه الحضاره المصريه القديمه. للاسف ان الدول دي لسه بتمارس سياسه الاستعمار في الاثار المصريه، وبل الصين دلوقتي بدات تتكلم 23,000 قطعه، اليونان عندهم اثار كتير جدا في المتحف البريطاني، فما المتحف اتسرق، احنا لسه كنا بنتكلم مع حضرتك من قيمه شهر كده على حجر رشيد وكده، اما المتحف اتسرق فاحنا بالتالي لازم نخاف على الاثار بتاعتنا، نخاف على حجر طبعا رشيد. نخاف على كل الاثار موجوده، فاحنا بنطالب ان يبقى في المتاحف دي، شايف حضرتك تأيدني ولا لا، يكون داتا بيس قاعده بينات بكل الاثار المصريه الموجوده المعروضه واللي في المخازن وغير المعروض طبعا، احنا نبقى عارفين وبنتابع ايه هي الاثار الموجوده او اثار اتباعت في متحف من هنا او التاني. فزي ما حضرتك عارف ان قانون أيدك جدا في ده طبعا، ربنا يخليك. زي ما حضرتك عارف قانون 117 لعام 83 اللي جرم تجاره الاثار قبل كده، زي ما حضرتك عارف الاثار بتطلع بطريقه شرعيه صحيح. عن طريق القسمه 50-50 لما البعثه بتشتغل او الاهداءات، زي ما حضرتك عارف هي اهداءات معبد ديبوت في اسبانيا، ده الرئيس عبد الناصر اهداه ايام السد العالي وانقاذ اثار النوبه، والرئيس السادات اهدى، والملوك اهدوا، ومحمد علي اهدى، يعني حاجه عظمه. المسلات بتزين العالم، بتسافر كتير وبتشوف المسلات في كل حته في العالم، خدوا المسلات كويس قوي اللي مكتوب الهيروغليفي كويس قوي، هتحمد على سفن وشارد وطلعت بره. فانا يعني احب ابشر حضرتك ان الحمله دلوقتي احنا وصلنا ل 207,000، واللي هي الحمله اللي هي الثانيه التوقعات اللي احنا عايزين 100,000 توقيع من عشان نطالب مجلس العموم البريطاني من مصريين مقيمين في بريطانيا، دي اللي احنا عايزينها من مصريين مقيمين في بريطانيا. طب أيوة دكتور تمام. علي ألا تفكرون في هذه الحملة أنه يتعمل إعداد لوفد من
كبار الأثريين، من مثلا شخصيات يعني، فليكن بعض نواب البرلمان من لجنة الآثار، فليكن وزراء آثار وسياحة سابقين. يعني احنا ما عندنا مثلا دكتور خالد العناني وهو الآن مرشح لمنصب رفيع المستوى كرئيس يعني لليونسكو، يعني طبعا. وزير الوزير الحالي بتاعنا الدكتور عيسى إلى آخره. يعني نعمل وفد يروح على لندن، يقعدوا هناك مع المتحف، يقعدوا في لجان استماع أمام مجلس العموم البريطاني، يعني نعمل دوشة. يا ريت والله. وإحنا كنا عملنا بيان من حوالي أسبوعين كده، كان الدكتور زاهي حواس بيطالب إن اليونسكو تتدخل برضه. طبعا. يعني عشان هي المنوطة بحفظ الآثار في العالم كله، بس الرأي اللي حضرتك قلت ده رأي جميل جدا، وأنا أتمنى حضرتك بقى، لأن حضرتك وكيل لجنه في مجلس الاثار، وكيل لجنه الاثار في مجلس النواب، فيا ريت حضرتك تتبنى الموضوع ده، وتاخد مع حضرتك زي ما قلت الدكتور خالد العناني، الدكتور زاهي حواس، الوزير احمد عيسى، واعضاء من البرلمان، ونتكلم. يعني احنا عايزين بس حجر رشيد يتعرض في المتحف المصري الكبير، لان ده هيبقى مهم جدا. ولسه دلوقتي مكلمني برضو احد خبرائنا السياحيين الدكتور وادي البطوطي، بيقول لي في المتحف الكبير لو عملنا فاترينا فاضية وكتبنا المفروض هنا يكون حجر رشيد المسروق في بريطانيا، ده برضه هيكون نوع من انواع الضغط. طبعا. ان الحجر ما رجعش يعني لحد في والله فكرة. ونتمنى ان هو يرجع يعني ان شاء الله. هذا المكان محجوز لحجر رشيد. يا والله لسه المستحوذ عليه من المتحف البريطاني. فعلا لسه قايل الفكرة دي الدكتور وليد البطوطي، كان مساعد وزير السياحة. طبعا. هو خبير سياحة معروف. طبعا عارف كويس حبيبي. ودي برضه هتكون أداة ضغط، وغير الضغط الشعبي، غير المنبر حضرتك الإعلامي. فنقدر ان احنا زي ما حضرتك قلت برضه دور حضرتك برضه في مجلس النواب، والوفد ده لو اتعمل فعلا ورحنا اتكلمنا، ومع سرقه المتحف ان احنا بنخاف على اثارنا. طيب احنا ممكن نعمل حاجه، هنخلينا زي على راي الجماعه باعتبار ان احنا بنتكلم عن الانجليز، نبقى برو اكتف. احنا ممكن ننسق مع الدكتوره دوريه شرف الدين رئيس اللجنه، لانه حضراتكم ممثلين عن الحمله، تحضروا اجتماع، نقدم الدعوه ايضا لوزير السياحه والاثار دكتور عيسى، طبعا دكتور زاهي حواس مما لا شك فيه، مش عارف هل دكتور خالد العناني يجي لنا ينورنا، ولا هيقول لنا انتظروا لحد ما نشوف موضوع اليونسكو. بس يا رب يا رب يا رب يجعلها من نصيبه، فيبقى يعني هيرحب جدا ان شاء الله. يا ريت والله. فيبقى نفكر ايه اللي يتعمل، الوفد اللي يسافر يحدد الاجنده بتاعته، نبدا ننسق ده، يعني نشوف ده هيتعمل ازاي. اعتقد انه ده احنا ممكن نسعى اليه بدءا من الاسبوع الاول بعد انتهاء الاجازه البرلمانيه، يعني مع العوده في اكتوبر باذن الله. يعني انا اتكلم مع دكتور دوريه شرف الدين رئيس اللجنه، ونشتغل على كده جدا جدا جدا. اشكرك جدا يا دكتور علي، الدكتور علي ابو تشيش، عضو اتحاد الاثريين وخبير الاثار المصريه، وعضو في الحمله الخاصه باستعاده الاثار المصريه، تحديدا الحمله بتاعتنا بتاعه حجر رشيد.